بعد سقوط مساحات شاسعة من العراق تحت سيطرة تنظيم داعش وانهزام الجيش العراقي أمام مقاتلي التنظيم في محافظة نينوى وبالتحديد معركة الموصل، دعا المرجع الديني علي السيستاني عبر ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في 13 من يونيو عام 2014، دعا إلى الجهاد الكفائي. ووفقا لذلك تم تشكيل عدة فصائل تحت مسمى الحشد الشعبي، تقدر أعداد الفصائل بنحو 70 فصيلا، فيما عدد المقاتلين النظاميين يصل إلى 130 ألف، قسم كبير منهم يعود ولاؤه إلى إيران. ولنذكر بفتوى الجهاد الكفائي: إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بمعنى أن من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين. ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس. هكذا كانت الدعوة إذن. ومنذ تشكيل الحشد الشعبي قاتلت فصائله ضد تنظيم داعش جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية العراقية في الأنبار وسامراء والموصل وفي تل أحفر وديالى وفي مناطق عراقية أخرى. تعد أبرز فصائل الحشد التي يعود ولاؤها إلى إيران ولأجنداتها في المنطقة وهي ميليشيا منظمة بدر، كتائب وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق، بينما تشكل كل من فرقة الإمام علي ولواء علي الأكبر وفرقة العباس ولواء أنصار المرجعية الفصائل التي يعود ولاؤها للمرجعية الدينية في النجف أو يطلق عليها بحشد العتبات، والتي تلتزم بقرارات الحكومة ولا تحيد عنها. ومنذ بداية تشكيلها أكدت قيادة تلك الفصائل أو ما تعرف بحشد العتبات على عدم التدخل في السياسة وعلى ارتباطها فقط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية والذي يمثل في العادة رئيس الوزراء بالإضافة إلى أوامر المرجعية الدينية في النجف. مراقبون يرون أن مؤتمر حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة. هذا المؤتمر محاولة لسحب الوساط من الميليشيات الخارجة عن القانون من خلال التأكيد على ضرورة التزام فصائل الحشد بالتبعية للدولة والابتعاد عن المشاريع السياسية أو الارتباط بالخارج. العلاقة بين الطرفين شهدت تجاذبات تدخلت فيها إيران أكثر من مرة، وصلت في إحداها لمهاجمة المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني في مقال كتبت صحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني، فيما اتهم قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق فصائل العتبات في حال انسحابها من الحشد الشعبي بتدمير نسيجه، كما تحدث عن تمويل إيران للحشد الشعبي. وهناك يعني احنا لازم نتكلم بشكل صريح، هناك أخطاء، أخطاء مؤشرة والمرجعية غير راضية صحيح، لكن على مستوى أنه يخرج في التشكيل جديد اسمه تشكيل العتبات إداريا وكذا مفصول كامل وشيء اسمه حشد الشعبي هو ما عدا العتبات، هذا معناه استهداف وتدمير الحشد الشعبي. لأن الخطوة الثالثة ثانية ايش راح تصير إذا هذا صار؟ إذا خرجت العتبات بتشكيل وقيادة لوحدها، الخطوة الثالثة راح يجي الحشد العشائري، ممكن يفقد ذاك شرعيته وممكن أن يحل إذا هيش. لا شوف شيء آخر راح يصير، راح يجي الحشد العشائري راح يقول لك يابا أنتم بيناتكم شيعة صايرين نصين، أنا بالنص بينكم شنو صاير؟ هم أريد أطلع لوحدي أو أرتبط بوزارة الدفاع، فصير الحشد ثلاثة، انتهى الحشد. أنا برأيي الحشد يجب أن يبقى واحد ضمن ثلاث مبادئ. زين. المبدأ الأول أن السقف الشرعي هو مرجعية النجف الأشرف، مرجعية السيد السيستاني. السقف الثاني أن المرجعية الإدارية هي الدولة العراقية. زين. السقف الثالث أن الدعم والحليف هو الجمهورية الإسلامية. لما نحن محور مقاومة أين يتطلب من عندنا الرد؟
احنا راح نكون جاهزين. وان طلب من عندنا الرد سواء كان في لبنان سواء سوريا. اذا باشر طلب من عندنا كفصائل مقاومه وليس حشد الشعبي كفصائل مقاومه، وين يطلب من عندنا الرد؟ في لبنان، مستعدين نذهب الى لبنان ونقاتل مع حزب الله ضد اسرائيل. يطلب من عندنا في سوريا، نحن في سوريا اصلا، وهذه السنه الثامنه نحن في سوريا، سوف نكون في سوريا ونرد على اسرائيل من الارض السوريه، ما عندنا مشكله بهذا الموضوع.